جا عندك امك بحال كثر ماك على رجلك تبقى تلفك ديك العراوي اخوتك يعاونوك وبشويه بشويه وخلص كره وهادي ولكن الحمد لله الحمد لله. هاد الاخوان ما طلبوا منهم حتى شي حاجه، جراو عليا عطيونا حقي، عطيونا حقي دار معاهم 7 سنين، عطيونا حقي، عطيونا رزقي، ما طلبوا منهم حتى شي حاجه، ما يعطيوني حتى درهم ديال الصدقه، عطيونا حقي انا. لحد الساعه راني تنقول الحمد لله، علاش؟ لان الحمد لله باقي بصحتي، نقدر نكافح، نقدر اي حاجه باش نعيش وليداتي ونخلص الكرة ديالي اي طريقه. ولا ما لقيت شيء كي الله سبحانه وتعالى. هاد الاخوان ما طلبوا منهم حتى شي حاجه، جراو عليا عطيونا حقي، عطيونا حقي، دار معاهم 7 سنين، عطيونا حقي، عطيونا رزقي، ما طلبوا منهم حتى شي حاجه، ما يعطيوني حتى درهم ديال الصدقه، عطيونا حقي انا. شي باش كنطالب انا. تم الطرد ديالي نهار 9/11/2018، والسبب علاش؟ قالك تشهر بسمعه الشركه، حيت من لو 5/11 كدرت واحد الفيديو على اساس كنت خدام في ديك الحافله ولما تيقطر عليا الو استعنت بواحد الميد الله باش من الشتا ما يبقاش يطيح ليا فوق راسي. من ما وصلت الرحله لعباد الله بعد التيرمينوس ديك الساعه ونحبس الحافله، وهما ما رضاوش بهاد الحاله، قالك لا انت شوهتي الشركه و فهاد الحاله تم الطرد ديالي انايا. وانا الشركه خدام فيها لمده 7 سنوات. نهار 5/11 كنت خدام في الحافله 70/7، ودرت الديبار ديالي من الرياض الاولى في اتجاه المدينه. نجو في الصباح كان عادي، يعني واخا كاين شويه البرد ما كانت لا شتا لا حتى شي حاجه. درت الديبار الاول هوت طلعت، الو فاش غندير الديبار الثاني من الرياض الاولى بدات الشتا كطيح، الشتا كطيح بغزاره. فهذيك اللحظه بدا الماء كي في ما كنبغي نوقف شي بلاكه ولا في شي محطه على حساب الكليان ينزلوا ولا يطلعوا، داك الماء اللي اللور كله كيجي كيتخوى عليا كيبدا يكثر. هزيت التليفون ديال الشركه وعيطت ليهم، عيطت للمسؤول، عيطت للبيرمانونس، عيطت للريغيلاتور باش يلقاو لي حل. حتى واحد فيهم ما لقيت عنده حل. اللي كنهضر معاه تيقول لي اخويا ياسين تراك عارف طوبيسات ما كاينينش وهذا الشيء اللي كاين قديم اللي كاين هادي باش نكمل في ديك الظرفيه. انا ما نسيت الخادي حتى للمدينه وفين ما نوقفش حتى كطيح عليا. ما هي فين استعنت بواحد الميد الله وطلبت من واحد الاخت راكبه تمايا باش تصور بالبورطابل ديالي. الو انا ملي صورت بالبورطابل ديالي لحتى داكشي في السيرفيس ديال الشركه باش الشركه يشوفوا المعاناه ديال الشيفور ويشوفوا داك الطوبيس اشنو المشكل اللي فيه باش لا بغاو يصاوبوا يصاوبوا داكشي كيخصهم هما. في ديك اللحظه مني مشي لحتو ليهم مشيت كملت الرحله ديالي بداك المضل. وصلت للمدينه حبست الحافله، جيت عطيت الحافله لصاحبي، رجعت للدار تغديت بغيت نتكاتا كنحس بواحد الوعكه صحيه لا فيفر. غد لي مشيت السبيطار الحسني عطاني واحد الشهاده طبيه ديال 3 ايام قال لي خاصك ترتاح فيها شويه. ارتحيت خرجت لي ميديكامون خديتهم هي هذيك، مشيت دفعت لهم ديك مرضي، شدوا من عندي مرضي قبلوها قادوا الشغل ديالهم هما في راسهم الفيلم عارفين اش كيديروا. صافي هما يعطوني واحد روبريز على اساس باش غنخدم نهار الجمعه. جيت الجمعه باش غادي نخدم تلقى داك السيد اللي معيط لي في التليفون كنقول لي زعما على الحاله ديال الحافله وهادي وهادي، تيقول لي تكلم الاداره بغاتك راك موقف على العمل. رجعت بحالتي للدار الصباح مشيت لعندهم باش نستفسر على الامر علاش زعما موقفيني هاكين هاكين. تيقول لي قول لي انت شنو المشكل عندك في داك علاش درتي داك الفيديو. كان درت داك الفيديو لحتو لكم نتوما باش تشوفوني كيفاش خدام انا وكيفاش حتى كطيح عليا الما كيكثر عليا من الفوق. حيت انا ملي هضرت معاكم ما تدوني معايا حتى شي حل، وريت لكم الوضعيه كي دايره انا باش كملت في هذاك الديبار. قال لي لا انت ضربتي الشركه ضربه خايبه، قال لي نتايا وشوهتيها وهادي انا مسوه الشركه. قلت الشركه راه هي اللي مشوهه راسها بهاد العباره. قلت انا مسوه الشركه انتوما اللي راكم مشوهين، اما انا وريت لكم داك الشيء كيما كاين وريته لكم. صافي قال لي سير حتى الاثنين وجي عندي. الاثنين ملي مشيت لعندو رجعت لعندو دخلت عندو قال يتسنى واحد شويه، بقيت كنتسنى شويه كيمد لي الوراق ديال الفصل عن العمل. تيقول لي كنتاسف الشركه اعترضاتك على العمل، استغلت على الخدمات ديالك.
حيت الوريقات ديالي التجأت المفتي الشغل وريتهم ليه كلا اللي كاينه اللي كاينه على فكره كيفاش. هو يعطيني واحد السيده قال لي ديها لهم، ديتها لهم، شدوا من عندي السيده. درنا مع نهار الجمعه مع الاربعه هي داك فين مشينا لعندهم. ملي مشينا مسافط عليا واحد اخر حتى هو اداري، سلام سلام، قال لي المفتي شو عاودنا الحادثه كيفاش، عاودت لي لافير كيفاش عاودتها لكم دابا، كيفاش وقعها، كيفاش كيفاش. ملي كيهضر معاه هو تيقول لي انتم علاش جريتوا على هذا السيد، تيقول لي جبد لي الفيديو، كيقول لي ها انت شوف لي، قال لي الفيديو راني شفتو، قول لي انتم علاش جريتوا عليه. قال لي لا، قال لي واه، قال لي غادي صايق بيد وشاد المضرب بيد، شوه الشركه والسلامه ديال المواطنين، وهذه شركه الشركه مسوها بهم، حبسوا لي المنظر شر. وعارفين انتم الشهر اللي فات كانت فيه العيد وعواش المعارضة الدولية، حبسوها الاخ ديالي انا لحد الساعه ما عرفتش كيفاش غادي نجازيه. الله يرحم لي الوالدين، واخا مسكين حتى هو هز ليا البنيه من الدار، هز ليا من الدار بلا خباري بلا حتى شي حاجه، هز مشى كساه. الوالده جات لعندي حتى لهنايا، شغا نقول لك امك ملي تجيك راه لا حول ولا قوه الا بالله، امك ملي تجي عندك تبقى تلفك بحال هكا تقول لك العار ولدي ما دير معاهم حتى حاجه. يعني ما نكذبش عليك انا صافي عيني في ديك اللحظه، انا عيني تغمضات وشلا حوايج كانت كدور ليا في راسي، لا داعي للذكر ديالها. ملي تجي عندك امك بحال هكا ترماك على رجلك تبقى تلفك تقول لك العار ولدي، اخوتك يعاونوك وبشويه بشويه وخلص كرا وهادي. ولكن الحمد لله الحمد لله، ملي خرجت سالمه لحد الساعه الحمد لله على لطف الله. الرساله ديالي كنوجهها للناس كاع اللي كيسمع، كاع الناس اللي عاونوني الله يرحم لهم الوالدين، وحتى اللي ما عاونونيش الله يرحم الوالدين، لان الله يكلف الله نفسا الا وسعها.